بعد ما اتعلمنا في الدرس اللي فات ازاي انشئ ستور جديد، هنتعلم ان شاء الله في الدرس ده ازاي بعد كده لو انا حبيت اغير في الديزاين، حبيت اغير في الاسم، حبيت اغير في اي حاجة، ازاي اعمل التغييرات دي او حبيت احذف ستور. هندخل على الكنترول بانل بتاعنا وهنيجي على ماي ستور وهنضغط على كويك ستور سيتنجز. كده بيفتح لنا الاعدادات الخاصة بالستور اللي انا محدده او اللي انا مختاره في الكومبو بوكس ده. طبعا ده جاب لي ستور محمد 1 2 3. طيب لو انا عايز اغير اعدادات ستور تاني، باجي على الكومبو وبختار الستور التاني، دخلني عادي على الستور التاني اقدر اغير اعداداته. نرجع للستور بتاعنا او المثال بتاعنا محمد هوست 1 2 3. هنا من الاعدادات اقدر اغير الستور نيم محمد هوست 1 2 3، اقدر اغير الستور براند اللي هو محمد هوست اللي بيظهر للناس، واقدر اغير كمان العملة. اقدر اغير او احدد ان الستور ده تحديدا البيمنت ميثود بتاعه ازاي، يعني طريقه الدفع بتاعه الستور ده. احنا اتعلمنا في درس قبل كده ازاي احدد طرق الدفع، بس انا ممكن اخلي طريقه دفع لستور معين مختلفه عن الستورز التانية. يعني ممكن يبقى عندي 5 ستور وكل ستور بيبعت لي بطريقه مختلفه. طبعا هنا بيجيب لي بالديفولت كده افتراضيا اللي انا مختاره قبل كده، ولكن انا اقدر اغير واخليه مثلا بدل ما يبعت لي على الواليت يبعت لي بالبيبال مثلا، فاقدر اغير اللي انا عايزه، اقدر اخليه يبعت لي بشيك، اقدر اخليه يبعت لي بانك واير زي ما انا عايز. وانزل هنا تحت اقدر اغير الستايل، يعني احنا مثلا اخترنا الستايل ده اللي هو الثري بوكس. اول ما عملنا كرييشن او اول ما انشانا الستور ممكن اغيره بستايل تاني، مثلا ما عجبنيش ممكن اغيره بالستايل ده واضغط على تشينج. ممكن كمان اغير الداتا سنتر اللي انا اخترتها، يعني انا كنت مختارها في امريكا مثلا ولكن هغير رايي واخليها في بريطانيا واضغط على تشينج. وبكده اقدر اغير كل اللي انا عملته قبل كده واقدر اغيره في اي وقت. مزيد من الاعدادات اقدر اغيرها، هاجي على ماي ستورز وهنزل على مانج ستور سيتنجز الاختيار الثالث، ومن خلال المانج ستور سيتنجز هيظهر لي كل الستورز بتاعتي مع بعضها. طبعا الستور الرئيسي مثلا عندي مصري هوست، ده قدامه علامة صح، معنات كده ان ده الستور الرئيسي بتاعي ما ينفعش احذفه، تمام؟ عشان كده علامة الحذف قدامه غير مفعلة، فما اقدرش احذف الستور ده. انما الستورز التانية اقدر احذفها لو انا حبيت، عملت ستور وحبيت ان انا احذفه اجي هنا واضغط على ديليت والستور بتاعي يتحذف.